بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد رضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم أما ثم بعد. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد خاص بإعداد أو تجهيز ملفات الجودة. زي ما احنا شايفين كده، أحيانا لما بنوصل لبداية العام الدراسي وبعدين نوصل لنهايته، بيبقى مطلوب من كل عضو من أعضاء هيئة التدريس تجهيز ملفات الجودة. الحقيقة بيكون الواحد بقى إيه، عشان كده بنقول إيه يعني الواحد ما يشيلش هم. إن شاء الله في الفيديو ده هنبسط خطوات إعداد ملفات الجودة. نبص مع بعض كده إيه اللي مطلوب في ملفات الجودة. هنلاقي مطلوب متطلبات الجودة من اعتماد مجلس القسم للمصفوفات المقرر، ملفات المقرر للمستندات إلى آخر هذه الأمور بالمصفوفات بتاعتها، وبنسلم الملف بتاعنا للمسؤول عن استلام ملفات الجودة. فنشوف إيه هو المحتوى لملف الجودة. هنلاقي ملف الجودة بيحتوي على 10 ايتمز او 10 مكونات. المكون الاول اللي بنتكلم عنه توصيف ومحتوى المقرر والمراجع العلميه، يبقى الفولدر ده او المجلد ده الاول توصيف المقرر، محتوى المقرر والتوصيف المختصر والمراجع. الفولدر الثاني او المجلد الثاني هيبقى بيحتوي على المصفوفه الخاصه بتوزيع اهداف المقرر ومخرجات التعلم، ثم البيان المعتمد من مجلس القسم، ثم نماذج الاختبارات الشهريه والفصليه والنهائيه نظري وعملي، ثم نماذج من كورسات الطالبات الإجابة برضو الاختبارات الشهرية والنهائية، بالإضافة للأعمال بقى إذا كان مقالات أو مشاريع إلى آخره، ثم استبانة الطالبات اللي بيقولوا رأيهم في المقرر ورد الأستاذ عليها، ثم تقرير المقرر اللي بيبين توزيع النتائج الخاصة بطلاب المقرر في هذا المقرر، ثم بيان مجلس القسم وتوصيات التحسين وتحليل أدوات القياس وتوصيات التحسين، وأخيرا بيبقى فيه ملف عبارة عن محتويات ملف مقرر للطحالب. مثلا طبعا هنا محدد المقرر، هو المقرر بتاعنا بيكون لازم بيكون بيحتوي على هذه النقاط العشرة. الملف الأخير ده هو عبارة عن جدول بيبقى فيه زي تشيك ليست، جدول بيبقى فيه كل النقاط دي بالنقاط الفرعيه اللي هنشوفها دلوقتي، عشان اللي بيستلم الجدول او حتى اللي بيحضر الملف بتاعه يجهزه بدون من غير ما ينسى حاجه زي ما هنشوف دلوقتي. فهنلاقي اول محتوى لينا هنا توصيف ومحتوى المقرر. ده بيحتوي على اعتماد توصيف المقرر، وده غالبا ممكن يكون ملف وورد. طبعا الملفات هنا انا حاططها الرمز الوورد اللي هو 2016 او 2019، ممكن يكون طبعا ملف بي دي اف يعني ايا كان، لكن ممكن بيكون ملف في ملف وورد. ده اعتماد توصيف المقرر، ثم توصيف المقرر نفسه، ثم مجلس اعتماد توصيف المواصفات ادوات القياس، وده بيكون لازم بيكون بي دي اف لانه بيتاخد كصوره من مجلس القسم، ثم توصيف مختصر المقرر وده بيتم توزيعه على الطلبه او الطالبات في بدايه المقرر، ثم مراجع المقرر اللي هي بيتم التدريس منها. ثم نأتي للمكون الثاني أو المجلد الثاني اللي هو بيحتوي على مصفوفة توزيع أهداف المقرر ومخرجات التعلم، وبيبقى ملف واحد موجود داخل هذا المجلد. المجلد الثالث بيحتوي على بيان معتمد، ده ملف بي دي اف من مجلس القسم، بيان لاعتماد مصفوفة أدوات القياس. المجلد الرابع بيحتوي على نماذج الاختبارات، سواء الاختبار الشهري الأول بنموذج الإجابة، ثم الشهري الثاني بنموذج إجابته، ثم العمل النهائي بنموذج إجابته، ثم النهائي النظري بنموذج إجابته. الكلام ده بيكون في شكل ملفات وورد أو إذا كان ملفات بي دي إف إذا كان تم إدخالها عن طريق الإسكانر. ثم المجلد الخامس، وده بيحتوي على أعمال الطالبات إذا كانت مشاريع أو مقالات، بيكون غالبا في شكل بي دي اف او صور، ثم كورسات الطالبات اللي هي بتعبر عن الاختبار الشهري الاول، الشهري الثاني، النهائي، العمل النهائي والنظر النهائي، وبرضه بيكونوا في صوره بي دي اف لانه بيتم يتكلم عن طريق الاسكانر. ثم المجلد الثالث فيه استبانه الطالبات، بيكون عباره عن ملف بي دي اف بيكون موجوده على صفحه استاذ المقرر، بيشوف التقييم للطالبات واذا كان في نقاط ضعف بيرد عليها. رقم سبعه، المجلد السابع بيحتوي على 3 تقارير للمقرر، المقرر اللي هو الخاص بالعام الدراسي الحالي، فصل الدراسي الحالي، وفصلين سابقين سواء كان في صورة وورد أو بي دي اف. ثم المجلد الثامن، وده بيحتوي على
تقرير حول توصيات التحسين من التقرير المقرر، ثم توصيات التحسين للمقرر. ثم المجلد التاسع بيحتوي على تحليل أدوات القياس وتوصيات التحسين، وده بيكون عبارة عن ملف PDF غالبا. وبكده بنكون استكملنا النقاط العشرة في الاسطوانة اللي بتم تسليمها للمسؤول عن الاستلام. يبقى كل واحد من أعضاء التدريس بيكمل النقاط بتاعته على هذا الترتيب. طيب احنا مرتبين دلوقتي من 1 إلى 10، احنا كاتبين ارقام. طيب هو المفترض ان الملف رقم 10، او في 9 مجلدات، والملف الملف رقم 10 ده زي ما احنا قلنا هو عبارة عن جدول بيبقى فيه صح، بنحط علامة صح زي ما احنا شايفين على النقاط اللي تم تحقيقها. ده بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على 9 مجلدات السابقة بالنقاط الفرعية زي ما هنشوف اللي احنا شفناها دلوقتي. عشان كل نقطة بتتحقق بنحط علامة صح قدامها، لو ما اتحققتش بنسيبها فاضية وبنكتب الملاحظات إذا كان في سبب لعدم تطبيق هذه النقطة أو عدم وجود هذا الملف. كده احنا بنكون كملنا ال10 نقاط اللي خاصين. ولكن الحقيقة دي ملاحظة شخصية كانت برضو، إن لما بنكتب بنرتب المجلدات، المجلدات بيتم ترتيبها وفقا للكمبيوتر بطريقة آلية، وفقا للحرف الأول أو الثاني اللي هي الحروف الأبجدية، وفقا للكمبيوتر هو اللي بيرتبها. طيب احنا لما بنيجي نسلم الملف الجوده بتاعنا بنبقى عايزين نرتبه بترتيب معين. يعني احنا لو بصينا هنا هنلاقي كلمه اعتماد هي جايه الاول باعتبار حرف الالف، ما فيش مشكله. لكن النموذج اللي هي اخر حاجه دي عايزينها رقم 2. ده الحقيقه عشان يتم لازم يتم الترخيم بالشكل ده عشان اجبر الكمبيوتر انه يرتب وفقا للارقام اللي انا حاططها وفقا للطريقه اللي بسم الله الرحمن الرحيم. واحنا بنجهز شغل الجوده او اي شغل اخر وعايزين نرتب مجلدات على اسطوانه او بنرتب ملفات بترتيب معين، الحقيقه ما بنكتب الاسماء بالشكل ده كده، الكمبيوتر بيرتبها ترتيب تلقائي وفقا للحرف الاول من كل كلمه، ولو اتوافقوا الاثنين في الحرف الاول اتفقوا الاثنين بياخد الحرف الثاني وهكذا. واحيانا ما تبقاش برضو ايه، يعني هنا واخد الجيم عشان هنا بعدها بعد الراء بعد الميم وهكذا، وحط النون في الاخر. احيانا بيبقى احنا زي شغل الجوده زي ما احنا باين كده عندنا، بنبقى عايزين نعمل شغل بترتيب معين. عشان يتم الكلام ده بنعمل ايه؟ بعد ما بنكتب الاسماء بالشكل ده كده او احنا بنكتبها سيان، بقول رينيم لو انا كنت خلاص سميت، لو لسه ما سميتش بعد ما كتبت بالشكل ده انا الكيرسور عندي بيكون زي ما هو واضح هنا بيكون في نهايه السطر. طيب انا اعمل ايه؟ بضغط على لوحه المفاتيح على هوم، او اجيب الكيرسور احركه، المهم يبقى في الاول هنا بالشكل ده هوم. وبعدين بنعمل ايه؟ بكتب ان ده رقم 1 واسيب سبيس مسافه واضغط انتر. ده كده اتسمى. طب حد يقول لي ما هو في مكانه في الاول. ايوه هيبان في اللي بعد كده. يعني احنا المفروض الرقم 2 هو ده اهو زي ما واضح هنا عندنا نموذج توصيف المقرر، دي المفروض رقم 2 هي موجوده اخر حاجه هنا. فبروح رينيم، او لو انا كنت انا بكتب خلاص في اي مكان انا واقف فيه بروح اضغط على زرار هوم. موجود فين زرار هوم؟ في الكيبورد، حضراتكم على الكيبورد على اليمين خالص بيكون فيه الارقام وعلامه الزائد الى اخره، جنبها بيبقى فيه الاسهم الاربعه فوق تحت يمين يسار، فوقيهم على طول في 6 ازرار جنب بعض او حسب الكيبورد اللي كل واحد حضراتكم بيستخدمها، هنلاقي فيه كلمه هوم. وبضغط 2 بحط النقطه واحط سبيس او مسافه واضغط انتر بالشكل ده اهي ترتبت رقم 2. طيب مجلس القسم هنا رقم 4؟ لا احنا عايزينه رقم 3. رينيم واروح اقف في اي مكان واضغط هوم واقوم جاي 3 بالشكل ده واضغط انتر. طيب التوصيف رقم دول مترتبين مظبوط، بس لازم ارقمهم عشان يبقى في تنسيق بشكل طيب. هوم رقم 4 مسافة انتر، وادي رقم 5 رينيم يعني اعاد التسمية بالشكل ده، اضغط زرار هوم واحط رقم 5 نقطة مسافة انتر. هنلاحظ بس حاجة ملاحظة شخصية كده، ان لو حضرتك ضغطت مسافة او مسافتين او 3 مسافات او ما سبتش مسافة خالص ده ممكن يغير الترتيب، فبالتالي لازم توحد الطريقة اللي حضرتك بتكتب بيها او حضرتك بتكتبي بيها. وبكده بنكون رتبنا سواء كانت ملفات او سواء كانت مجلدات. ونكمل مع بعض الشرح. شكرا جزيلا. إن كنت أصبت فمن الله، وإن كنت أخطأت أو نسيت فمن نفسي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم لا تجعل في هذا العمل رياء ولا سمعة. آمين آمين آمين. شكرا، ونلتقي في فيديو قادم. أترككم في رعاية الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.